قلنا ايه اول ايه اول حاجة ان انا ايه هعبر عن حقيقة في المستقبل زي there will be a solar eclipse. دي حقيقة حاجة هتحصل في المستقبل يعني هتحصل. ايه كمان predictions to make predictions هتنبأ بس الكلام ده ايه مبني على رأي ايه شخصي مش بدون دليل وساعتها هستخدم معاها كلمة ايه think لا يبقى ساعتها هستخدم ايه will I think you will do well in your exams I think Egypt will win will infinitive عشان ده رأي ايه الشخصي طيب ثالث موقف هستخدم فيه will to make offers هعمل عرض يعني هقدم عرض هعرض على واحد خدمة هعرض على واحد المساعدة هعرض على واحد ان انا اشيله الشنطة فاقول مثلا كده I will carry your bag اشيل لك الشنطة I will carry your bag اشيلها لك فانا كده بعرض عليه ايه المساعدة طيب رابع موقف هستخدم فيه will ان انا في البرومس في الوعود بوعد واحد بحاجة I will always help you انا دايما هبقى ايه جنبك واساعدك I will always help you I will always help you طيب to make instant decisions قرار سريع quick decisions يعني ايه قرار سريع يعني قرار بدون تخطيط يعني التليفون رن دلوقتي فانا هرد على التليفون ايه التخطيط في ان انا ايه الترتيب والتخطيط في كده لكن ما السفر مثلا الحفلة مثلا ده دي محتاجة ان انا اتصل بالناس واعزم الناس واجيب الاكل والشرب انما رد على التليفون ده مش محتاج اي ترتيب فساعتها هستخدم ايه ساعتها هستخدم will كده when the bell is ringing I will answer the door تمام ده الاستخدامات بتاعت ايه will طيب ممكن اعبر عن الفيوتشر بايه تاني ممكن اعبر عن الفيوتشر باستخدام going to لما هستخدم going to هبدأ بالفاعل وبعد الفاعل هستخدم am او is او are وبعدها going to وبعدها الانفينيتيف مصدر الايه مصدر الفعل طيب هستخدم الفاعل وام واز وار وgoing to مصدر الفعل في مواقف ايه بقى العكس بقى مش انا فوق عملت prediction تنبؤ وما كانش معايا دليل لو انا هتنبأ وفي دليل شايفه قصادي يبقى مش will بقى امال ايه يبقى going to بقى فمثلا انا شايف قصاد عيني الدليل اللي هو ايه اللي هو dark clouds at the sky look at the dark clouds in the sky اهو الدليل اهو يبقى اعبر عن الفيوتشر بقى باستخدام ايه باستخدام going to it is going to rain it is going to rain هعبر عن الانتنشن النية بتاعتي to talk about our intentions ها I am going to invite her to my barbecue انا في نيتي ان انا ايه اعزمها في نيتي ان انا اتفرج على التلفزيون النهارده بالليل في نيتي ان انا اتفرج على الماتش في نيتي ان انا اروح الحفله ها كل ايه في حاجه فيها اعمل يعني مفضي نفسي علشان اعمل حاجه ها يبقى ساعتها going to تمام يبقى I am going to وبعد going to هستخدم الانفينيتيف والانفينيتيف هنا كان الفعل ايه invite I am going to invite her to my barbecue